أنا أحب التخييم. مهلاً النار. ما هذا؟ مرحباً، هل هناك أحد؟ ليتني أحضرت دبي. مهلاً، من هذا؟ إذن هكذا ستكون النهاية؟ لقد خفت كثيراً. هي، ماذا هناك؟ النار. هذه مشكلة، لكن لدي الحل. أنا بحاجة فقط إلى مصباحي وزجاجة الماء هذا. انظر. أوه، إنها فكرة رائعة. هيا اجلس. لقد كنت خائفا جدا. أعلم، ليتك رأيت وجهك. ها هو طعامك يا غابي. لقد أحضرت لك حقيبة الظهر خاصتك. شكرا، إنها كبيرة جدا. هذا هراء، إنها تناسبك تماما. لقد كانت أفضل حقيبة في المتجر. أوه، تفضلي، استمتعا. أعتقد أنني أعرف موقعنا. حتما نحن في الغابة. مهلاً، هذه الخريطة مقلوبة. سيمنحنا هذا المزيد من المغامرة. هل ضللنا الطريق؟ ربما، لنذهب من هنا. كنت أعلم أنها فكرة سيئة. أعرف موقعنا جيداً. تعالي يا غابي، هيا. أنا أحاول، فأنا من أحمل حقيبة الظهر. تمهل غابي، أسرعي، هذه هي الحياة. ليتني بقيت في المنزل أشاهد الأفلام بدلاً من أن أتوه في هذه الأجواء الباردة. امنحيني دقيقة واحدة فقط. بطني، هذا ليس جيداً. أبي، ربما نواجه مشكلة. أعتقد أنها سطيرة. ماذا؟ أنا بحاجة إلى استخدام المرحاض حالاً. أين سأذهب؟ أين سأذهب؟ هل يمكنك التوقف عن الدوران؟ غابي، أنت تشعرينني بالدوار. اهدئي. دعيني أفكر. نحن بحاجة إلى مرحاض. ربما يمكنني استخدام هذا المقعد. هل يمكن أن تسرع؟ هيا يا أبي. غابي، لا أجيد العمل تحت الضغط. يجب أن أفكر. لقد وجدتها. علي أولاً صنع ثقب في القماش. واو، هذا سهل. والآن سأضعه على الأرض. هيا تفضلي. هل يمكنني أن أحظى بالقليل من الخصوصية؟ حسناً. أخيراً. هذا أفضل بكثير. أشعر بالراحة. أو طعام مجاني، يبدو جيداً. هذا لذيذ. مرحاض مع إطلالة. لقد انتهيت. يمكنني الآن طي المقعد وسأغطي هذه الفضلات. هاي أبي، أبي، لقد انتهيت. هذا جيد. مهلاً. لا. ياش. لا 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 لا. مرحبا يا أمي، سأخرج إلى الحديقة لأطير طائرتي. ليس وأنت ترتدي هذه الملابس. لماذا؟ حسنا، هناك الكثير من البعوض. أنا متأكد أن كل شيء سيكون على ما يرام. ما أسوأ شيء قد يحدث. ارتدي هذا، ابقى ثابتا. شكرا يا أمي. انظروا إليها وهي تحلق. هاي، اذهبوا من هنا، أنا جاد. ابتعدوا عني. كنت أعلم أن هذا سيحدث. هل تريدون الشجار؟ هيا بنا. تعال يا صاح. انظروا إلى ابني الشجاع. هل هذا أفضل ما لديكم؟ النجدة، النجدة. لن أخرج إلى الحديقة أبدا. لقد نالوا مني يا أمي. أشعر بحكة شديدة. لا تقلق، لدي شيء قد يساعدك. سينفعك هذا. أعمل ذلك. قلت لك ألا تخرج. هذا أشبه بعقار سحري. شكرا يا أمي. ماذا تفعل؟ توقف، أنت بحاجة إلى بعض الحماية. دعني أرى، لدي الحل. انظر، إنه طارد البعوض. سيحل مشكلتك. أنت بحاجة فقط إلى بضع قطرات منه. هل هذا فعال؟ ثق بي، يكره البعوض هذا السائل. سأضع قليلا منه على سواريك ورباط رأسك. هكذا، أعتقد أن هذا كاف. رائحته غريبة. شكرا يا أمي. استمتع بوقتك. هاي، انظروا من عاد. والآن أصبحت مسألة شخصية. هيا نرقص. ستكون هذه النزهة رائعة. يمكنك استخدام هذه الحقيبة لوضع الطعام. لا بأس، لدي هذا الكيس. حسناً، هل أنت متأكد من ذلك؟ يمكنك وضع طعامك في حقيبتي. لم يخذلني هذا الكيس أبداً. لكنه ممزق من الجانب، إنه على وشك أن ينهار. هذا من أجل التصميم فقط. هيا بنا. كما تريد. يا له من يوم.
أو الكيس لقد تمزق. لقد كانت جابي محقة. أو ماذا تفعل؟ لا أعرف كيف سأخبرك بهذا. لقد تمزق الكيس. ماذا؟ كنت أعلم، لقد قلت لك. لكن هل أصغيت إلي؟ لا. توقفي، تظهر الكدمات على جسمي بسهولة. لقد فسدت النزهة. أو ربما لا، أعرف ما علي فعله. يمكننا استخدام مناديل الرأس هذا. حان وقت العمل. سأبدأ بطي منديل الرأس على شكل مثلث، ثم سأطوي الزاوية هكذا بالضبط. سأضعه تحت المنديل الثاني، ثم سأربط زاويتي المنديل الأحمر معاً. يجب أن أصنع عقدة متينة، لا أريد أن تتفككا. ثم سأربط المنديل الأحمر بالمنديل الأرجواني. يبدو هذا جيداً. سأفعل الشيء ذاته على الجانب الآخر. هكذا، لدينا الآن حقيبة ظهر. ما رأيك؟ إنها جميلة، أليس كذلك؟ سنضع فيها طعامنا كله. إنها واسعة بالفعل. هذه أفضل من الكيس الورقي. لقد وضعت كل شيء. يا لها من فكرة رائعة. هيا بنا. هل أنت مستعدة للنزهة؟ أنا متحمسة جدا. إلى أين أنت ذاهبة؟ لابد أنه أمر هام. يجب ألا ننسى إبريق الشاي. لقد عدت، أحضرت كل ما نحتاج إليه. أو عزيزتي، بالطبع نحن بحاجة إلى الحلوى. لا، لن نأخذ هذا. هذا ظلم، لكن لا بأس، لدي المزيد. لن نأخذ أي من هذا. أنا جاد، الحلوى ممنوعة. لكن ماذا عن هذه المصاصة؟ سأخذها. أوه يا إلهي، ظننت أن هذا سيكون ممتعاً. أوه، لقد نسي زجاجة الصودا، لكن لن أدع أبي يراها. أعرف ما علي فعله، أنا مخادعة جداً. سأفتح زجاجة الصودا وأضعها هنا، ثم سأضيف الجيلاتين. سأسكبه كله، ثم سأضع غطاء الزجاجة. علي التأكد من إغلاقها بإحكام، والآن يمكنني رجها بسرعة. ثم سأحتاج إلى لوح أقراص الدواء. سأسكب الصودا في فجوات الأقراص. سأملأ كل الفجوات، ثم سأنتظر حتى يتجمد الجيلاتين، وسأغطيه بورق القصدير. لن يكتشف أبي ذلك. واو، النتيجة رائعة، إنه أشبه بدواء حقيقي. لقد أتى أبي. لا مزيد من الحلوى. أو أنا بحاجة إلى هذا الدواء. هيا بنا لننطلق، الطبيعة الساحرة في انتظارنا. بطني تؤلمني، هل يمكنني تناول الدواء؟ بالطبع يا صغيرتي. شكرا يا أبي. سأعطيك الماء لتتمكني من ابتلاع الدواء. إنه لذيذ. ها هو، إنه طري جدا. ماذا تفعلين؟ هي، أنا بحاجة إلي. مهلا لحظة، مخادعة، كيف فعلت ذلك؟ هيا انطلقي. ظننت أن هذا سينجح. لقد كانت فكرة ذكية. سأتذوق. أوه، إنه لذيذ. أجل، أنا قادم. مرحبا، هل تعرف موقع المخيم؟ إنه هناك. شكرا لك. لنجهز الموقع، لن يستغرق هذا وقتا طويلا. هل هناك شيء أفضل من هذا؟ ماذا تفعل جابي؟ انظروا إلى هذه المهارات، أنا بارعة في لعب كرة القدم. أنت كذلك بالفعل. كان ذلك مرهقاً، لقد فتحت شهيتي. مهلاً، ما الذي أفعله؟ هاي جاستن، أخرج الطعام، أنا بحاجة إلى بعض الطعام. تفضلي. ماذا؟ أريد طعاماً. هوني عليك. أنت تتغيرين عند الشعور بالجوع. هيا أسرع. ها هي رقائق الإفطار، وها هو الحليب. سأحضر الوعاء، إنه في مكان ما هنا. لقد نسيت الوعاء. أعطيني هذا. الحل سهل، انظري. هذا مقزز، ما الذي تفعله؟ أتناول رقائق الإفطار، لسنا بحاجة إلى وعاء. إنها لذيذة. من أنت؟ هيا جربي ذلك. أعتقد أنني لن أفعل. أنت الخاسرة. ما هذا؟ لماذا أحضرنا رقائق القصدير؟ ضع هذا الشيء في الحقيبة. مهلا، لدي فكرة. سأصنع لك وعاء، لا تتحركي. هذا مهين. أنا أحاول أن أركز. أشعر بحيرة شديدة. سأضع عدة طبقات منه. لطالما حلمت بأن أكون أميرة،
ولكنني ظننت أن نتاجي سيكون أكثر جمالاً. حسناً، أعتقد أننا وضعنا ما يكفي من القصدير، والآن سأقرصه هكذا. هذا هو الجزء الصعب، يجب أن أشكله حول رأسك، ثم سأقلب الحواف إلى أعلى. أريد أن أصنع حافة كهذا، والآن يمكنني نزعه. انظري، لدينا وعاء، تدهشني نفسي أحياناً. هل تريدين رقائق الإفطار يا سيدتي؟ لم لا؟ تفضلي، سأضيف الحليب الآن. أشعر أن هذا سينجح. لم يتسرب، لدينا وعاء من رقائق الإفطار الشهية. ملعقة؟ متحمسة لتناوله. هذا ما كنت بحاجة إليه بالضبط. أعطيني إياه. هي، إنه لي. يجب أن نفعل هذا دائماً. أوه، الجو حار جداً، أنا أذوب هنا. من الأفضل أن أضع واقي الشمس، لا أريد أن أبدو مثل السلطعون. سأدونه على جسمي فحسب. شالالالا، ماذا تفعل؟ هل تريدين واقي الشمس؟ ها، أنا أعمل على اكتساب سمرة. جاسمين مشتتة. هذه فرصتي، سأضع كمية صغيرة من. مهلاً، توقف عن هذا، أنت تفسد تشمسي. واقي الشمس مهم أيتها الشابة، لا تقولي إنني لم أحذرك، يجدر بك الاستماع إلي. يبدو أنني نمت دون أن أشعر. ها؟ ما هذا؟ أوه، أوراق الشجر هذه في كل مكان، سأنظفها. ها، أنا أحب هذه الأداة، إنها تسهل الحياة جداً. كنت بحاجة إلى النوم. مالان؟ ماذا حدث لذراعي؟ أوه، بشرتي تتقشر، هذا سيء للغاية، ماذا سأفعل؟ هل كل شيء بخير؟ لا، انظر إلى حالي. لا تقلقي، لدي فكرة، أعطيني ذراعتي. ماذا ستفعل؟ ثقي بي، سأمرر لمامة الوبر هذه عليك، إنها تلتقط الجلد الميت. هاو، بشرتي بنعومة الحرير، شكرا يا أبي. عفوا، والآن ضعي واقي الشمس. تبدو فكرة جيدة، لقد أنقذت اليوم مرة أخرى. ها، هجوم الديناصور، ليس لدينا وقت لهذا. ما التالي؟ فرش الأسنان. ها هي، يمكنني وضعها في الحقيبة. أعتقد أن هذا كل ما سنحتاج إليه، نحن مستعدان للذهاب. مهلا لحظة، حان الوقت لتنظيف أسناني بالفرشاة. ها؟ هذا مقزز، لن تقترب من فمي. هذا ليس مناسباً، لا أستطيع السماح بحدوث ذلك. هو، انظروا إلى هذا، أستطيع وضعهم في هذا الكيس البلاستيكي، سيحافظ هذا على نظافتها. ها، هل تمازحونني؟ ربما أستطيع المساعدة، ستحل هذه كل مشاكلك. هو، هذا رائع، أعطيني إياها. لدي واحدة احتياطية. ها، يوجد شيء داخلها، من الأفضل أن أفرغها. إنه براز، هذا مقرف، لما فعلت ذلك يا جاستن؟ لم يكن ذلك مضحكاً. هذا كل ما أحتاجه، من الأفضل أن أنظفه. مهلاً، القفازات، هذا هو الحل، سأضع فرش الأسنان في قفاز نظيف، ستبقى نظيفة تماماً، هذا بسيط جداً، أنا سعيدة جداً بهذا. يمكنني حذف هذا من قائمتي، نحن جاهزان الآن. هل يمكننا الذهاب الآن؟ سيارة الأجرة في انتظارنا. هيهي. أمي، أشعر بالعطش. هذا ما أحتاجه. ها؟ لا أحتاج إليه، وداعاً. أوه، الجو حار جداً اليوم. هل يمكنني الحصول على مشروب؟ ها؟ أوه، تفضلي. شكراً يا عزيزي. ينقصها شيء، أين الغطاء يا جاستن؟ هذه أحد ألغاز الحياة، شطيرة لذيذة. مهلاً، ارحل من هنا أيها الغطاء. ماذا تفعل؟ أنا أحتسي مشروباً. يحدث هذا في كل مرة، لكن لدي فكرة، سأحتاج إلى تثبيت الغطاء بإحكام. سأضع عدة كابلات حول الزجاجة، وسأمرر كابل آخر عبرها، ثم سأثبتها، سأتأكد من أنها ثابتة ومحكمة. يبدو هذا جيداً، سأقطع الزوائد لنجربها. هذا ما رغبت فيه، لن يذهب الغطاء إلى أي مكان، كان علي التفكير في هذا مسبقاً. تفضل، حاول فتحها. أوه، مستحيل.
هذا رائع للغاية. كم هذا مبهر. شكرا يا أمي. قد يكون أفضل من نزهة للأب وابنته. لما لا ترسمي صورة بينما أجهز الطعام؟ قد أتناول شريحة خيار. إنها مقرمشة. هذا ممتع يا أبي، إنني أحظى بيوم رائع. هو قرصني شيء ما. خذي هذا. إنها تحكني كثيرا. يا لك من بعوضة غبية. لا يمكن أن يكون هذا جيدا. سأرحل من هنا. هذا الخيار لذيذ. إنني أحظى بوقت رائع. لدي طعام رائع والطقس مذهل وأقضي وقتا مع ابنتي. انجو بنفسك يا أبي. لقد رحلوا أخيرا. كلا، هذا مستحيل. كلا، إنها تطارد أبي. أصبح الأمر شخصيا الآن. علي فعل شيء. أنا رجل محظوظ. كانت هناك بعوضة، كانت ضخمة. أنا بطلة. بعوضة؟ شكرا لك. مهلا اللحظة، يمكننا استخدام هذا. لقد نسيت أمرها تماماً. ستحل الأمر. إنها خيمة قماشية. كان هذا رائعاً جداً. لندخل. إنها واسعة جداً. وأفضل ما فيها أن البعوض لا يمكنه دخولها. نيني. أخبريهم يا عزيزتي. مهلاً، أنا لست في الخيمة. باتي. نحن في منزلنا الجديد أخيراً. أحسنت عملاً يا عزيزتي. علينا التخلص من ورق الجرائد هذا. حسناً، أعتقد أننا مستعدان للطلاء. يبدو هذا ممتعاً. أريد الطلاء أيضاً. فمن يعلم، قد أكون فنانة ماهرة. سأرسم شمساً. واو، هذا مذهل يا عزيزتي. حسناً، علي تعليق الصورة. سأدق المسمار بالمطرقة في الحائط. علي الانتباه لأصابعي. هذه فكرة جيدة يا أبي. إذن علي صنع ثقب في الجدار فحسب. أبي، أنا جائعة. أحتاج إلى شيء لأتناوله. فلا يمكنني العمل ومعدتي فارغة. أبي، استمع إلى معدتي. أحتاج إلى الطعام. حسناً، لا مشكلة يا عزيزتي. يمكنك الجلوس هنا. أعتقد أننا استحققنا هذا. فقد زاد العمل من شهيتنا للطعام بالتأكيد. يبدو هذا لذيذاً. أوبس، لنجرب هذا مجدداً. حسناً، سأنجح هذه المرة. أبي، هذا صعب جداً. ما الخطب يا باتي؟ ربما يوجد شيء يصلح لمساعدتك. يا لها من معضلة. مهلا اللحظة، قد يكون هذا مفيداً. أعتقد أن بإمكاني إنجاح هذا. يستحق الأمر المحاولة. لا أدري حتى كيف فعلت هذا، لكني لا أشتكي. ماذا تفعل؟ يمكنك استخدام هذا كصينية. واو، هذا مذهل. سأتمكن من الأكل الآن. هذا لذيذ جداً. شكراً يا أبي. إنني أؤدي ما أبرع فيه فحسب. مهلاً، لا يبدو هذا جيداً. خذي طبقك، أحتاج إلى هذا أكثر منك. ماذا؟ ستتبرز. هذه هي فتاتي الذكية. ستكون هذه كبيرة. هذا أفضل. من الأفضل أن أنظف نفسي، فلا أريد تكرار ما حدث آخر مرة. ينبغي أن يفي هذا بالغرض. مرحبا يا أبي. إنها تبدو سعيدة. ما تلك الرائحة؟ إنها تدمع عيني. هذا سيء جدا. سأتقيا. نسيت باتي دفق الماء مجددا. علي أن أعلمها دفق الماء. هذا الكتاب جيد جدا. لا يمكنني تركه. مرحبا يا أبي، كنت في الحديقة مع أخطبوطي. أمل أنك استمتعت بوقتك. مهلا، هل هذه مناديل؟ إنها كذلك. يا لأطفال اليوم، ما الذي يمكننا فعله؟ مهلا، تلك الرائحة الكريهة لقد عادت مجددا. كيف يمكن لشخص صغير هكذا إصدار رائحة كريهة؟ هذا مثير للإعجاب، أليس كذلك؟ على أي حال، علي إنهاء رسمتي. توحي لي هذه الملصقات بفكرة. علي التسوق لشراء بعض الأغراض. لنلقي نظرة. هذا ما كنت أبحث عنه. كيف وصلت إلى هنا؟ لكن هذا ما ندعوه بالتوصيل السريع. هذا سيحل كل شيء. سألصقه داخل المرحاض، وحين أدفق ماء المرحاض ستظهر الصورة. أي سحر هذا؟ واو، هل يمكنني تجربته؟ تفضلي. هيا. هو ذا. وسأدفق ماء المرحاض الآن. لقد فعلتها. أظهرت صورة الملصق. واو، ليتني فكرت في هذا مبكراً. لقد عادت الرائحة. سأخرج فحسب. الهواء العليل. هذه اللعبة رائعة وتصبح أفضل حتى حين أفوز. ماذا؟
أنا لست وسادة. عودي إلى مكانك. هل تمزحين معي؟ يا للهول، لن تفعلي هذا. أعرف كيف أصلح ذلك. علي صنع مسند لآسي. أجل، مهلاً، الآن ماذا سأفعل؟ يا إلهي، اضطرابات هوائية. أوش، رأسك ثقيل جداً. أو، هذا محرج. أو، لدي فكرة. مهلاً، يمكننا استخدام جوربك الطويل. ماذا؟ أو صحيح، أنا سعيدة لأنني ارتديت جورباً نظيفاً. سأضعه على رأسي وسأربط طرفين الآن. سألف حول المقعد أولاً. سأتأكد من ربطه بإحكام. يمكنني النوم للحفاظ على جمالي الآن. أو، لقد نجح الأمر. علي تجربته. لقد وصلنا أخيراً. ستبدأ العطلة. نحن بحاجة لهذا. يا له من يوم. ها؟ هل هذا صوت هاتفي؟ يا ترى ما الأمر؟ وقت الاحتفال. أنا أحب الحفلات. مهلاً، علينا تغيير ملابسنا. أجل، أعتقد أن هذه الملابس ملائمة. لنرى ما لدينا. نسيت أنني منحزم الحقيبة. سأضعها مباشرة. سأحشرها في الداخل. هذا مزعج جدا. هيا ادخلي. يا له من عمل شاق. يحدث هذا كل مرة. انظر إلى هذا، لقد تجعد تماما. سنكون أضحوكة الحفلة. أليكس، أنا غاضبة جدا. يمكننا أن نقول إنها صيحة جديدة. مهلا، سأعود سريعا. لا يوجد شيء هنا، لكنني لن أستسلم. ماذا عن أسفل السرير؟ لا. مهلا، لدي فكرة. سأصلح الأمر. سأبلل الفستان برذاذ الغسل هذا. سأتأكد من تغطيته بالكامل. ينبغي أن يفي هذا بالغرض. والآن سأشغل الدش. سيزداد البخار هنا. يجدر بي شراء ساعة، لكن لدينا وقتا وفيرا. لنلقي نظرة على الفستان. أصبح مفرودا تماما ويبدو رائعا. من الأفضل أن أريه لماديسون. أو، هذا مدهش. لا أصدق أنك فعلت هذا. لنحتفل. توجد خيارات عديدة. أو، يبدو هذا جيدا. هذا اللون يبرز عيني. سأخذه. ماذا أخذ أيضا؟ سأحتاج إلى تيشيرتات. وسيفي هذان بالغرض. سأضعهما في الحقيبة. وماذا لدينا هنا؟ لا يعرف المرء متى يحتاج إلى المشاركة في أعمال بناء مرتجلة. أو، زي المفضل. أنا أبدو جميلا في زي الدجاجة. انظروا إلي. أبدو وسيما. سأخذه بالتأكيد. لا أصدق أنني كنت أنسى هذا. إنه كلاسيكي، لا أستطيع تركه. سأنتقل إلى الأحذية الرياضية. هذا الحذاء مريح جداً ومغطى بالوحل. هذا مقرف. ربما يجب أن أنظفه. لا، سيكون الأمر على ما يرام. توقف. ماذا يحدث؟ توقف، انظر إلى هذا التيشيرت. أنا هنا لمنع حدوث هذا. هل أنت من المستقبل؟ عليك وضعه في هذا الكيس. بالتأكيد، سأنفذ ما تقوله. شكراً لك. لقد انتهيت من عملي هنا. أراك لاحقاً. حسناً، كان ذلك غريباً. لكن نسختي المستقبلية لديها أفكار جيدة. سأضع الحذاء في الكيس ثم سأغلقه. سيحمي ملابسي من أن تتسخ. وها أنا مستعد للذهاب. لا أريد أن أفوت طائرتي. هيا بنا. هذا المنتجع مدهش وأنا أبدو رائعاً. لنحتفل. كانت رحلة الطائرة هذه هي الأسوأ. دامت لوقت طويل جداً. سأذهب لأستحم. سأكون هنا. أنا جائع. أحتاج إلى وجبة خفيفة. هذا ما أردته. لا أترك المنزل من دونها أبداً. سأستمتع بها. مهلا اللحظة. قد تكون هذه مشكلة. أليكس، من الأفضل أن أذيبه. لا تتوقفي. ماذا حدث؟ الطعام بارد جدا. مهلا، مجفف الشعر. سيحل المشكلة. ها أنا ذا. غلاف بلاستيكي. سأمدده على وعاء الطعام. ثم سأضع حامل المناديل. أجل، سيؤدي الغرض.
سأضع فوق العلبة. حان وقت العرض، سأمسك بمجفف الشعر فوق العلبة. أوه، يا لها من طريقة عملية. مالان، هل ترين هذا؟ إنه يطوي الأرز، ينبغي أن يفي هذا بالغرض. سأزيل الغلاف البلاستيكي. رائحة الطعام شهية، لنتذوق. أنا أتطلع لهذا. وأنا أيضاً. أنا عبقري. أنظف أسناني بالفرشاة. لا لا لا، انتعاش النعناع. أين أضع فرشاة أسناني؟ لا يوجد حامل. ربما أستطيع وضعها هنا. لا، ربما لا. لدي فكرة. مهلاً، لا تفعلي ذلك. قصيص النبات، هل تمازحينني؟ حسناً، أصبح الأمر شخصياً الآن. سأسندها بلطف على الجدار. ابقي هناك، أنا أراقبك. لقد أريت هذه الفرشاة من المسيطر. كلا، لم تفعلي ذلك. لا تفعليها، لا تقفزي. كدت أنقذها. فرشاة أسناني، لا. ما كل هذا الضجيج؟ هل كل شيء على ما يرام؟ إنها كارثة، سقطت فرشاة أسناني في سلة القمامة. لقد أصبحت مقززة ومثيرة للاشمئزاز. لن تقترب من فمي. هذا مقرف. ماذا سأفعل الآن؟ أو لدي فكرة. مهلا، كنت سأستخدم هذا. أحتاج إلي أكثر منك. سأثقب القاعدة وسيكون حامل فرش أسنان رائع. فكرة ذكية، أليس كذلك؟ لقد أثرت إعجابي. لن أشعر بالملل من هذا أبداً. هو إنها تستمتع كثيراً. هذا أفضل شيء، لكني أحتاج إلى استراحة. لا تهتم بما أفعل يا أبي. ها؟ ما هذه الرائحة؟ تشبه رائحة الجبن القديم. إيو، أقدام كريهة الرائحة. أوبس، معذرة. أعلم أنني سأندم على هذا، لكن علي فعل هذا. ها نحن ذا. أوه، هذا مقزز. نزعت واحداً وتبقى واحد. علينا حرق هذا الجورب. إنه ليس بهذا السوء. متى كانت آخر مرة غسلت فيها قدميك؟ سأتقيا. ليت أمك كانت هنا. نحن بحاجة لبعض المساعدة، وهذا الحذاء هو ما أحتاج إليه. سأملأه بالصودا. نحتاج إلى الكثير من الفقاقيع، ثم سأضيف بعض حبوب النعناع. هذا أفضل. حسناً، أدخلي قدميك. هذا شعور جيد. الفقاعات تدغدغني. هذا أشبه بمنتجع صحي للأقدام. أبي، انظر إلى هذا. قدمي نظيفتان. لقد نجحت. دعيني ألقي نظرة عن كثب. إنها نظيفة تماماً. لا أستطيع أن أنسى وسادتي. حسناً، أعتقد أن هذا كل شيء. أنا مستعد لعطلتي. ما هذا؟ لنحاول مرة أخرى. أنا لا أفهم، لم أحزم الكثير. حسناً، الآن أصبح الأمر شخصياً. لماذا لا تتحركين؟ هيا، أرجوكِ، هيا. مهلاً، إنها الآن أنت في ورطة. خذي ذلك. هذا مؤلم. إنه لغز، من المستحيل حملها. ارفعوا بقوة، تبقت مسافة بسيطة. علي رؤية وزنها. ماذا؟ ما زال وزنها يرتفع. لا أصدق ذلك. إنها ثقيلة جداً. مهلاً، عد إلى هنا. مهلاً، وسادة السفر خاصتي. إنها الحل. أولاً، أحتاج إلى فتح السحاب، ثم سأزيل الحشوة. لا أحتاج إلى هذا، لن أخذها. الآن سأخرج ملابسي. أصبحت الحقيبة أخف وزناً. هذا بالضبط ما أريده. سأملأ غطاء الوسادة بملابسي. توجد مساحة وفيرة. هذا مثالي، وما زالت مريحة. لما لم أفكر في هذا من قبل؟ آمل أن أتمكن من حمل الحقيبة. لا مشكلة. ها هو مقعدي. هذا جيد. مهلاً، ما هذا؟ من يفعل ذلك؟ أتعلمون؟ لا بأس، سأشاهد فيديو على هاتفي. أنا أحب هذا العرض، إنه مضحك جداً. يدي تتشنج. يمكنني وضع هاتفي على لكن شعر أحدهم يعيقني. لدي فكرة، سأخرج هاتفي من غطاء الحماية. سأمرر غطاء الحماية خلال شعرها، ثم سأضع هاتفي فيه مرة أخرى. لا أحتاج إلى يدي. لم تتوقع ذلك، أليس كذلك؟ والآن يمكنني الاسترخاء. هذه الغرفة جميلة جداً.
لقد اخترت فندقا رائعا، لا يمكن لشيء تدمير هذه العطلة. مهلاً، ما هذا؟ توجد مادة لزيجة تخرج من حقيبتي. ما هذا؟ من الأفضل أن أتفقد الأمر. أنا متوتر جداً، ربما يكون كائناً فضائياً. علي التحلي بالشجاعة. مهلاً، هذا ليس كائناً فضائياً، لكن ملمسه غريب. أوه، انظروا إلى هذا، يدي لزجة للغاية، رغم أن رائحته برائحة جوز الهند. علي فتح حقيبتي. أعرف أن هذا سيكون سيئاً. يلا الهول، الأمور أسوأ مما كنت أظن. لقد انسكب الشامبو الخاص بي، إنه على كل ملابسي. لقد اتسخت كل الملابس، لا أستطيع ارتداءها. لما حدث هذا؟ من المفترض أن تكون العطلة مريحة. ماذا؟ يا له من كابوس مروع للغاية. علي تفقد زجاجات الشامبو. كل شيء سليم، لكني لن أخاطر. أعرف ما علي فعله. سأزيل الغطاء عن الزجاجة، ثم سأحتاج إلى غلاف بلاستيكي. سأضعه فوق الزجاجة، ثم سأعيد وضع الغطاء في مكانه. أصبحت محكمة تماما، ولن يكون هناك أي تسريب. يمكنني وضع الزجاجات في الحقيبة. لن يدمر أي شيء هذه العطلة. لقد كانت رحلة طويلة، لكنها تستحق العناء. حتما سأستمتع بهذه الإجازة. يفضل أن أبدأ بتفريغ أمتعتي. هل يمكنك أن تسرعي أكثر؟ أريد أن أقضي حاجتي. أوبس، آسفة. أخرجي يا عزيزتي. مرحبا أمي. هذا أفضل بكثير. أحب المارشميلو. حلوة، هذه أفضل نزهة على الإطلاق. هل هذه ذبابة؟ شو؟ ابتعدي عني. تحاول أمك القراءة. هذا ممتع جدا. يهاجمني الذباب. النجدة، أنقذيني. أمي، يجب أن تفعلي شيئا. انظري. حسنا، اهدئي، لدي الحل الأمثل. أنا لا أخرج من المنزل أبدا بدون هذه الأداة. هيا نصطاد ذباب. هذا هو المطلوب يا أمي. كيف تسير الأمور؟ انظري بنفسك. لم يسر الأمر وفقاً للخطة. سوف أساعدك. يمكنني استخدام هذا المضرب. أنت تعبثين مع الشخص الخطأ يا أيتها الذبابة. أنت في ورطة الآن. قطع المارشميلو هذه لي أنا. خذي هذا. كدت أقضي عليها. هيا، إنها سريعة جداً. لا عليك، سأقضي على كل هذا الذباب. يبدو هذا ممتعاً. ماذا يحدث؟ توقفي يتينا. مهلاً، لدي فكرة. سأذهب للتسوق. ضعي هذا المضرب جانباً. أين المتعة في ذلك؟ لن تستطيع الهرب أيها الذباب. أنت تحت رحمتي. ألا يمكننا مناقشة الأمر؟ كانت رحلة التسوق ناجحة. علي فقط نصب هذه الخيمة. أهلاً أمي. ما هذا؟ لا أصدق. هذا رائع يا أمي. هيا يا تينا، ساعديني في إغلاق الباب. لا عليك يا أمي. والآن سنغلق السحاب. سيبقي هذا الذباب في الخارج. لقد نجحت الخطة. نانا، يبعث هذا على الشعور بالاسترخاء. أهلاً يا عزيزتي، إنها تقضي وقتاً ممتعاً. أمي، انظري إلى هذه الفقاعات، هناك الكثير منها. أنا لا أريد تناولها. تينا، أنا أحاول قراءة المجلة. هوني عليك يا أمي، أنا مستمتعة جداً. لا، هذا ليس جيداً. أمي، أريد أن أقول لك شيئاً. أنا بحاجة إلى استخدام المرحاض. اذهبي واقضي حاجتك خلف أي شجرة. ربما يمكنني الآن قراءة مجلتي. يبدو هذا المكان جيداً. آمل ألا يراني أحد. حسناً، سأقضي حاجتي هنا. لن ينفع هذا. يجب أن أجد مكاناً آخر. لا أرى أحداً في الجوار. سأجرب ثانيةً. هل هذا قراص؟ مؤخرتي. أمي، لم أستطع فعل ذلك. يوجد أشخاص هناك وقراص أيضاً. أمي، ماذا؟ لا بأس يا عزيزتي، سأفكر في حل. مهلاً، ربما يمكنني استخدام هذا الكرسي. يستحق الأمر المحاولة. أنا بحاجة إلى هذا السكين. سأبدأ بقص مربع في هذا القماش. هكذا تماماً.
حسناً، ما هي الخطوة التالية؟ أوه، نحتاج شيئاً لوضعي، أو كما تعلمون، وجدتها. سيفي هذا الكيس بالغرض، سأضعه داخل الثقب الذي صنعته، والآن سأثبته جيداً. لا تقلقي، معي هذا الشريط اللاصق، إنه تحت تصرفك. وأخيراً، أمي، هل يمكنك منحي بعض الخصوصية؟ لقد رأيتك وأنت تفعلين الأسوأ، قد يستغرق الأمر بعض الوقت. هذا أفضل. لحسن الحظ أننا في البرية. رائحة مقززة، ماذا كنت تأكلين؟ أشعر بالراحة. هل أحضرت مناديل المرحاض؟ خذيها وتذكري أن تمسحي جيدا. حسنا، سأكون بحاجة إلى الكثير من المناديل. بالطبع. أمي، لقد انتهيت. يسرني سماع هذا، وأنا سأنظف المكان. هذا رائع، سوف أتقيا. ماذا؟ لا يمكنني اليوم، سأخرج برفقة تينا. مهلاً، ارتدي حذائك يا تينا. يا له من صباح سيء، لقد تأخرنا كثيراً. حسناً، سأتحدث إليك لاحقاً، هيا بنا يا تينا. أمي، حذائي؟ حسناً، يمكنني فعل هذا، لن يكون الأمر صعباً. هكذا؟ لا، هذه ليست الفردة اليمنى، ربما هي اليسرى، سأبدل مكانيهما. حسناً، سأجرب ذلك، أنا مستعدة الآن. أشعر أن حذائي غريب، حتماً سيصبح أفضل. واو، يا له من يوم جميل، انظري إلى هذا. هل يمكنك المشي ببطء يا أمي؟ واو، إنه منظر رائع. أمي، قدماي تؤلمانني، انتظريني. هذا مؤلم. أمي، أعتقد أن علي التوقف، ربما هناك مشكلة في حذائي، هل يمكنك تحقق منه؟ أمي، لماذا طلبت مني أن أرتدي الحذاء بنفسي؟ أنا لست مستعدة بعد لهذا المستوى من المسؤولية. أوه، انتبهي إلى هذه الشجرة. أي شجرة؟ أوه، رأسي، سيترك هذا كدمة. أليس المكان رائعاً؟ هيا تعالي، المكان جميل جداً. تينا، أين أنت؟ تينا. عذراً أمي، أنا أبذل قصارى جهدي، لكن المشكلة في حذائي. لقد ارتديت بطريقة غير صحيحة، سأتولى الأمر. لماذا لم تخبريني بذلك؟ لا يمكنك المشي هكذا. اجلسي على هذه الصخرة لنخلع هذا الحذاء. يا له من شعور رائع. يجب أن يكون بهذا الشكل، أترين؟ لابد أن هناك طريقة تجعل الأمر أسهل. مهلاً، أعرف ما يجب فعله. سأستخدم ملصق هاجي واجي هذا وأقصه إلى نصفين، والآن سأضعهما داخل الفردتين. سأضع النصف الأيمن في الفردة اليمنى والنصف الآخر في الفردة اليسرى. والآن ليس على تينا سوى جمع نصفي وجه هاجي واجي بشكل صحيح. ما رأيكم؟ إنها فكرة جميلة، أليس كذلك؟ لنختبرها. تفضلي يا تينا. شكراً أمي، انظري، إنه هاجي واجي. مهلاً، يبدو غريباً. هذا خطأ يا أمي، سأضع الحذاء الأيمن هنا والأيسر هنا، هذا أفضل بكثير. أحسنتي. مهلاً، لا تسرعي يا تينا. هذا ممتع جداً. ربما يجب أن أعيد حذاءها كما كان، على الأقل سأتمكن من مجاراتها. الطقس حار جداً. هيا يا أمي. لا يعجبني مظهر هذه الغيوم، يبدو أنها ستمطر قريباً. ما رأيك أنت؟ لا يبدو الأمر مطمئناً. هذا ما كان ينقصنا. أصبح الجو بارداً، أنا أشعر بالبرد الشديد. هذا سيء حقاً، يوجد في حقيبة هذا الغطاء، حتماً سيمنحك الشعور بالدفء. شكراً أمي. هذه القبعة جميلة، وارتدي هذا المعطف أيضاً، والآن ستبقين دافئة. ليتني أستطيع أن أقول الشيء نفسه. هل أنت بخير يا أمي؟ لا تقلقي بشأني. على الأقل تشعر دميتي بالدفء. مهلاً، أوحى ذلك لي بفكرة. أمي، يجب أن نلفك ببلاستيك التغليف مثل دميتي. إنها فكرة رائعة يا تينا، يوجد في حقيبتي لفافة تغليف بلاستيكي. سألف الغلاف البلاستيكي حول ذراعيك كما لو كنت أغلف هدية. الآن سأفعل الشيء نفسه لجسدك، سيمنحك هذا الشعور بالدفء، وهو مقاوم للماء أيضاً. سنحوله الآن إلى معطف، سأقصه من المنتصف بهذا الشكل. خذي وقتك يا تينا. أنا أعرف ما أفعله. إنه عصري جداً، أشعر بأني عارضة أزياء. لنذهب من هنا.
هل ترغب في الذهاب في رحلة؟ لكن قبل البدء في حزم حقيبة السفر، ربما عليك أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الحيل الذكية للإجازات. رقائق الشيبس موجود. ماذا عن حبوب الإفطار؟ موجود اثنان. لا تنسى المعالق. أي شيء آخر؟ تأكد من وجود اثنتين منها. إننا مستعدون جيدا اليوم. هذا الهواء المنعش رائع، أليس كذلك؟ هذا مكان ممتاز. سنوضع البطانية على الأرض أولا وليبدأ التنزه. أعطني هذا. المدربة الصحون، إنها هناك، أتراها؟ أوف، لا بأس، لكني جائع جدا. مهلا، ماذا عن غلب حبوب الإفطار هذا؟ من الجيد أني أحضرت هذا الشيء السيء. هل تحتاج إلى صحن لحبوب الإفطار؟ قص العلبة بحذر بشكل مربع. تذكر دائما القص بعيدا عن جسمك، ثم أزل المربع الذي قصصته. يبدو أننا اخترقنا الكيس أيضا. والآن أسكب الحليب بداخله، ربما تحتاج للقليل أيضا. إنها علبة كاملة من حبوب الإفطار. ما شيء أفضل من تناول حبوب الإفطار في الخارج. هذا رائع. يبدو هذا مكان رائع لا أتوقف فيه. سأجلس هنا وأستمتع بالهواء. يمكنني أيضا استخدام شيء منعش، ولهذا أحضرت شرابي المفضل. إنها مغلقة بإحكام. هيا، آمل أن لا يؤذي هذا أسناني. لا، هذا مؤلم. ونسحب. سأتصل بك لاحقا. هناك مشكلة ما. كيف حالك؟ كان ذلك محرجا. يمكنني فتحها لك. بحذر. بحذر. القوة القصوى. هل أتيت على دراجتك؟ لأن هذا البدال سيكون مفيدا جدا. تفضلي مشروبك الغازية الشهية سيدتي. أتريد قبلة؟ عرفت أن هذا أجمل من أن يكون حقيقة. لا أزال أحبك يا دافيد. عندما يحين وقت حزم الأمتعة للرحلة، يكون وضع الأغراض عملية حساسة. فلكل شيء مكانه الخاص، ولا تنسى ربط حزام الأمان. انتهينا. أغلق السوستة بقوة وهيا بنا إلى المطار يا عزيزتي. ذاهبون في إجازة. ذاهبون في إجازة. لماذا فيا؟ كنت أنسى. هذا الفندق أجمل من الصور. هل تصدق أننا هنا؟ ماذا حدث لحقيبتي؟ هل هي تنزف؟ خائف من فتحها. ما هذا؟ كل أشيائي مغطاة بالصابون واللوشن. مهلا، أحضرت أغراض الحمام أيضا، وربما حدث لي شيء ذاته. أجل، صحيح، انفجر اللوشن. يا لها من بداية للرحلة. لحظة، ربما يمكننا فعلا أن نعود للبداية. لنعد بضع ساعات فقط. نجحنا. لم يتسرب شيء. مهلا لحظة. أخرج الصابون واللوشن. وضع الحقيبة جانبا الآن. أترى هذا الصابون؟ انزع الغطاء. وضع غلافا بلاستيكيا على الفتحة، ثم ضع الغطاء مجددا. لا أرى أي تسرب في الحقيبتين. افعل هذا مع أي شيء معرض للتسرب. أليست هذه الحيلة الأفضل؟ منك ومن حيلي.
أوه، كان التمرين مكثفا يا صاح. هذا سيء جدا عندما لا يكون لديك وقت للاستحمام. من الأفضل أن أذهب. أوه، يجب أن أربط الحذاء. هيا، ستتأخر عن الدرس. حذاءك الثاني. سأذني هذا حتما. كان ذلك سيئا. تحملت ركبتاي العبء الأكبر. يبدو هذا مؤلما. نزيل العرق. هو مفيد. إذا مررته على الجرح فسيغلقه إلى أن أحصل على ضمادة. مفيد جدا صحيح. الممرض ديفيد لعمليات الإنقاذ. لم أرى حقيبة السفر منذ وقت طويل. رحلة جديدة في انتظارنا، ما يعني أنه وقت حزم الأمتعة. هيا بنا. ما هذه الفوضى؟ وها قد أصبحت الحقيبة ممتلئة بالكامل. لا يمكنني نسيان جاكيت حنف الأبهة. يا إلهي، كيف سأغلق هذا الشيء؟ هيا ادخلي. يجب أن أستخدم المزيد من القوة. لم ينفع. ربما حان وقت الاستعانة بالقوة الحقيقية. استعد، انطلق. لكني أصاب بالكدمات بسهولة. لا بأس. هل علي إلغاء رحلتي؟ ألم تحزمي أمتعتك بعد؟ حاولت. لم تجربي طريقتي إذن. تريدين إحضار هذه البلوزة صحيح؟ ضعيها على سطح مستوى مع وضع الأكمام جانباً. ضعي بلوزة أخرى بالاتجاه المقابل. والآن ضعي بقية ملابسك بهذه الطريقة. حان وقت لف هذا الشيء. لنبدأ بمقاطعة الأكمام مع بعضها، ومن ثم نطوي ما تبقى من البلوزة. واصلي ذلك حتى تنتهي من كل الملابس. وها قد انتهينا. كومة مثالية. كدا ننتهي. إنها ملائمة تماماً، أتري؟ لا تنسي تثبيتها. وهيا بنا. سهل جداً، أليس كذلك؟ شكراً. لهذا السبب العجلة موجودة. لا يسعني الانتظار لارتداء ملابس السباحة هذه. أحضرت واقي الشمس والقليل من النقود. هل علي إحضار كل هذا؟ ماذا لو أردت السباحة في البحر؟ سأضطر لترك حقيبتي لوحدها. هل سيكون ذلك آمنا؟ وهنا يأتي لص الشاطئ. ابتعد عن حقيبتي. هدف. هل يوجد هنا أي مقرمشات؟ لكني بحاجة للنقود. علبة الشامبو. لن يشك أحد في أنها محفظة. أحضري علبة شامبو عادية وفرغيها. هل لديك شفرة؟ اصنعي شقا عند رقبة العبوة وانزلي للأسفل. افعلي شيء ذاته لكلا الجانبين، لكن توقفي قبل الوصول إلى القاع. والآن اضغطي. انظري كيف تساع كل هذا، حتى المفاتيح. ثم أعيد الغطاء. حيلة رائعة صحيح؟ هذا عبقري. ولا حاجة للقلق إطلاقا. هل يريد أحدهم واقيا من الشمس؟ حان وقت السباحة. آمل أن تعثر على شيء أيها اللص. لنرى ما يوجد هنا. أين الأشياء الثمينة؟ شامبو؟ أين النقود؟ هل هناك من لا يحضر النقود إلى الشاطئ؟ عظيم، غيره. هل تخطط للذهاب في إجازة عما قريب؟ آمل أن تكون قد دونت بعضا من هذه الحيل الرائعة. وفي تلك الأثناء لا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك للتعرف على الحيل الرائعة لحزم الأمتعة. رحلة موفقة.
هل شاهدت الفيديو؟ شاهد واشترك في القناة كي لا تفوتك أي من فيديوهاتي 1 2 3 Go Boys بالعربي.